إذن اليوم في إطار اجتماع ديال الأغلبية، الهدف منه كان هو تبئة كل الطاقات اللي هي في الأغلبية الحكومية من أجل أولا العمل على إنجاز وتطبيق البرامج ديال جلالة الملك، لا بالنسبة اللي هي مرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي اللي غيتعطى المواطنات والمواطنين والأسر الفقيرة والمعوزة، والهدف وهو أننا نضمنوا باش أن 500 درهم توصل ابتداء من شهر دجنبر الأسر الفقيرة والمعوزة اللي هي مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ولكن الأساسي كذلك وهو نضمنوا أنه الأسر اللي هي غتستفد أنها حقا فهي ضروري أنها تستفد، هي فقيرة ومعوزة، باش يكون كذلك واحد استهداف حقيقي في هذا الإطار. النقطة الثانية وهو كذلك بالنسبة للزلزال، فهنالك مشاريع كبرى اللي انطلقت، وأنه ضروري العمل على تفعيلها على أرض الواقع باش أن الساكنة ديال هذه الأقاليم أنها تستفد من هذه البرامج الكبرى اللي فتحها جلالة الملك في هذا الإطار، بل أكثر من ذلك أن يكون هنالك برامج تنموية اللي غتضمن الإقلاع الحقيقي ديال هذه المناطق، خصوصا المناطق الجبلية ديالها، باش تكون هنالك كذلك تنمية اقتصادية وتشغيل بالنسبة للساكنة في هذه الأقاليم. نقطة ثالثة اللي هي مهمة، وهو أنه كذلك عندنا الإصلاح ديال الصحة اللي دابا خصنا نوسعوا ونسرعوا في الوتيرة ديالو، وهناك الإصلاح ديال التعليم. وبالنسبة لإصلاح التعليم كاين إشكالية مطروحة بالنسبة للمرسوم، اليوم يمكننا نقولوا بأن المرسوم جاب عديد من المكتسبات ولكن فيه بعض الإشكاليات، وبالتالي السيد رئيس الحكومة أعلن بأنه هو يترأس شخصيا هذا الحوار جاد مع النقابات، مع كذلك آلية ديال تقنية اللي غتتبع وتزيد تدقق هذه الأمور على أساس أن يكون هو حوار مسؤول. والهدف بالطبع وهو أننا نضمنه من خلال هذا الحوار، وهو انخراط الأساتذة والمعلمين في إنجاح هذا الإصلاح الكبير اللي تهدف أساسا إلى ضمان الجودة ديال التعليم العمومي، لأن احنا تنعتبروا بأن التعليم العمومي أساسي، لأنه هو اللي غيضمن الارتقاء الاجتماعي لولاد الشعب، لأن اليوم أكثر من 80% ديال الأطفال اللي هما متمدرسين راهم في التعليم العمومي. ونقطة أخيرة وهو أنه اليوم كذلك الحمد لله دارت عدة إنجازات في هذا الإطار باش أننا نضمنوا كذلك تحسين ظروف عيش ديال الساكنة، ولكن اليوم كذلك احنا مقبلين على ورش آخر اللي هو أساسي، ألا وهو الطبقة المتوسطة هي خصها تستفد من تحسين الدخل، وهذا أمر إن شاء الله غينطلق في إطار الحوار الاجتماعي باش أنه يبدأ يطبق ابتداء من سنة 2025-2026. ما تبعتوا معنا اليوم كان الاجتماع ديال الأغلبية الحكومية برئاسة السيد رئيس الحكومة والسي نزار البركة الأمين العام ديال حزب الاستقلال، والسي عبد اللطيف وهبي الأمين العام ديال حزب الأصالة والمعاصرة، بحضور الفرق البرلمانية سواء مجلس النواب ولا مجلس المستشارين، وكاع القيادات ديال الأحزاب ديال الأغلبية. الكلمات ديال الإخوة الأمناء العامون ركزت على ثلاثة ديال النقاط، اللي هي النقطة الأولى ديال الدعم الاجتماعي المباشر. الدعم الاجتماعي المباشر استطاعت هذه الحكومة بأنها تنزلوا وتخرجوا الأرض الواقع من بعد عامين من التواجد ديالها. إذن هذا واحد الوعد من الوعود الانتخابية ديالنا احنا في حزب استقلال وديال الأحزاب الأخرى في الأغلبية، اللي قدينا نخرجوها المواطنات والمواطنين. الدعم الاجتماعي الموحد هو اللي خصنا نعرفوه، هو مشروع ملكي بامتياز، والريادة فيه والشكر فيه كيرجع لصاحب الجلالة الله ينصره. وأنا شخصيا كنعتبر هذا الدعم الاجتماعي المباشر هو بمثابة ثورة جديدة للملك والشعب، ثورة جديدة للملك والشعب. وقليل الدول في العالم كامل اللي خصنا نعرفوا اللي عندها هذا الدعم الاجتماعي الموحد. النقطة الثانية، بلادنا ولات كتعيش واحد الجفاف اللي هو ولا جفاف كرونيك،
غادي نقولوا مزمن، والحكومه كانت سباقه بانها فهمات هذا الشيء وبانها اشتغلت على هذوك لي زوطوغوت ديال الماء اللي ربطوا لينا ما بين الحوض المائي ديال سبو وديال ابو القراق، ومن بعد يمشيو لام البيع ودونك غيوفروا الماء الصالح للشرب لواحد 11 ولا 12 مليون ديال المغاربه في مدن كبيره اللي هي الباط والدار البيضاء ومدن اخرى. النقطه الثالثه هي اللي همات الحديث الساعه اللي كاين دابا، اللي هو الازمه ديال التعليم وهاد الاضرابات اللي كاينه ديال، وحنا كنا فرحانين، حنا كنا فرحانين بان رئيس الحكومه اكد الرجال ونساء التعليم بان الحكومه الابواب ديالها مفتوحه للحوار. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.